أعتذر مرة أخرى شباب، ما أعرف تصير مشكلة دائما لما أحاول أسوي مشاركة الشاشة. أتمنى هذه المرة راح يمشي الحال، ظاهر ده يمشي. فعلى كل، خلينا نعيد بشكل سريع. مثل ما قلنا إنه هذه الحلقة هي حلقة الرد الثانية على حلقات القنيبي، سلسلة رحلة يقين، وحلقة اليوم هي عن الغرائز. راح أبدأ بشكل سريع أستعرض اللي يقوله وأعلق على بعض المقاطع في الفيديو. أن الملحدين والتطوريين يؤمنون إيمانا أعمى يسودون به فجواتهم المعرفية، يعني الملحدون حين أنكروا وجود الله وبالتالي أنكروا أن هناك فطرة فطر الله الناس عليها وقعوا في مأزق أنهم لا يملكون تفسيرا لأي من الظواهر الفطرية كنزعة التدين أو النزعة الإخلاقية والشعور الغائية والإرادة الحرة والغرائز، فهي ظواهر غير مادية في الظاهر. لذا فقد بحثوا عن تفسيرات مادية لها وادعوا أن كل هذه الظواهر لها أسباب مادية ضمن إطار التطور الدارويني. طيب، أنا قدمت بالفيديو السابق لكن للأسف المسح، راح أعيد بشكل سريع. هو القنيبي هنا يطرح طرحه في هذه الحلقة أنه يحاولون علماء التطور، طبعا هو يسميهم الملحدين، أنا ما أفتهم يعني هو ليش ما يفرق ما بين العلم وما بين شغلات الموقف من الدين أو الحال الآخر. يقول بأنهم يحاولون نسبة خصائص وظائف الإنسان بما في ذلك الغرائز والميول والرغبات كمفعول لعمل الجينات، لكن هم فشلوا في إثبات ذلك. وهذا وفق رأيي دليل على أن هذه السمات تحدث بتأثير شيء غيبي، يقول هي هذه أشياء غير مادية اسمها الروح. مثل ما قلت بالحلقة يعني بالبث السابق والانقطع راح أعيد أسر، يعني أنه أنت يا أخي لما جاي لتسند طرحك إلى العلم وجاي تتحدث عن العلم راح تطرح أوراق علمية، وأنت نفسك المسلمين مسوين هالة أنه هذا الشخص دحط نظرية التطور، وكل ما واحد يحكي يقول له هذا دكتور. أنا أعرف دكتور شنو، يعني انت غير رحت درست في جامعة وتعلمت، يعني انت غير شخص متخصص في العلم. هل من المعقول شخص متخصص في العلم ويتباهى بانه هو ينتمي للمجال العلمي يسوي حلقات ويقعد ينادي بهذه الطريقة انه هو يحاول يسقط العلم ويسقط المنهج العلمي ويعتبره غير محل ثقة وفيه تدليس وفيه كذا؟ بالمناسبة هذا الشيء ليس غريب، لان من ليس لديه فكره عن القنيبي من هو ترى الحقيقه انا ليست في محل يعني مغالطه الشخص انا او القدح الشخصي او كذا، لكن يجب ان يفهم انه دائما الانسان دوافعه ما تكون دوافع نزيهه، يعني ليس بالضروره انه هو هنا دا يستعرض ودا يستند ويحاول يناقش نقاش علمي لهدف نزيه. الحقيقة هو هدف دغمائي، أنه هو يريد يسقط العلم لأنه هو يعتقد أنه فيه أشياء في العلم تتعارض مع عقيدته. أياد القنيبي هو جهادي سلفي وقرب من تيار الجهادية السلفية الأردنية، وتربطه علاقات شخصية قوية مع منظر التيار السلفي الجهادي بالأردن أبو محمد المقدسي. أياد القنيبي انسجن أكثر من مرة بسبب دعم وتشجيع للجماعات الإرهابية فكريا، يعني بمقالات ومناشير. فهو شخص متطرف وعنده يعني فيديوهات بشكل واضح يحتقر بها المسيحيين علانية بخطبه ومحاضراته، يدعو لتبني الفكر الأصولي المتطرف. هذا رابط لأحد الفيديوهات اللي يظهر بها، كان نشر الصديق العزيز صديقنا الغالي هارون، مفتقدين كثير، يتحدث فيها عن جهاد الطلب. خلينا نسمع شوي شو يقول. الذي يجد كثير من المسلمين حرجا في صدورهم منه، وقد يقول أحدهم في نفسه بالفعل لماذا التعدي على حريات الآخرين؟ لماذا لا يحب الإسلام المسلمين على أن يعيشوا في دولتهم بأمان ويترك الآخرين أيضا يتمتعون بالسلام والأمان؟ قد يتناسى المسلم هذه الأسئلة، لكنها ستترك الأثر السلبي في ثقته بدينه. واسأل نفسك يا أخي، لو كنت بين زملائك في العمل وانطلق صوت القارئ بآيات من مثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،
أو بآية فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. بماذا تشعر؟ هل تحب هذه الآيات كغيرها من كلام الله تعالى؟ أم يا ترى سيحمر وجهك أمام زملائك وتمتد يدك إلى جهازك لتخفض الصوت؟ لا يكفي أن يغضب المسلمون من كلام بوم النصارى باب الفاتيكان، بل لا بد أن تعتز بكل جزئية من جزئيات دينك، وأن تكون لديك القناعة التامة والرضا والتسليم القلبي لكل حكم شرعي ولكل آية من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: طيب ما طلع عليكم واضح هذا فكر القنيبي، إنسان بهذا العقلية العنصرية اللي يدعو إلى جهاد الطلب ويدعو إلى قتل الآخر اللي ما يصدق بأفكاره وما يتبنى عقيدته، هل من المعقول أن هذا راح يكون محايد لما يجي يتصدى للمعلومات العلمية ويطرحها؟ نظرية تطور نظرية مجمع عليها 99% من العلماء بالكرة الأرضية، إذا تم تفنيدها فهذا يحصل من قبل المجتمع العلمي نفسه اللي تبنى هذه النظرية أيضا، وليس من قبل داعية سلفي يؤمن بفكر إرهابي متطرف. ماشي، فهذه مقدمة سريعة. خلي نبدأ ننتقل هسه نحكي على موضوعنا، موضوع الغرائز. مثل ما قلنا أنه هو يحاول يعني يشكك بهذا الموضوع، يقول أن السلوكيات هي ليس لها أساس تطوري وليس لها علاقة بالجينات، لكن السلوك هو صراحة مجموعة من الحركات المنسقة المتكررة اللي يؤديها الكائن الحي غالبا لحل مشاكل تتعلق ب يعني مشاكل تتعلق بحياته للكائن الحي ونجاته. يعني مثل ما نشوف بهذه الصورة، هذا شرح هنا للرابط علمي يشرح به الغرائز، حركات منسقة فد باترن، والباترن هو ليس شيء غريب، يعني هذا شيء يعني معتاد، حتى الدماغ طريقة عمله هي على طريقة الأنماط والباترن. فالكائن الحي تكون عنده مجموعة من التصرفات المتناسقة المتصلة مع بعضها، هدفها رعاية أطفال، تزاوج، عدائية، بحث عن غذاء، بحث عن مأوى إلى آخره. الغريزة هي حافز محرك لأنماط هذه السلوكيات، يعني ما يحرك هذه السلوكيات هو الغريزة، وموجودة عند الكائن بالولادة. وهذا فرق ما بين الغريزة وما بين السلوكية أو الشيء المكتسب اللي يتم تعلمه أثناء الحياة. بالمناسبة هو الكائن الحي ما تكون عنده هذه الغريزة أو هذه السلوكية المكتسبة بالغريزة كنتيجة، لكن هو تكون عنده قابلية سريعة لتعلم هذه الغريزة. مثل ما نشوف احنا في هذا المقال العلمي يقول بأنه هي هذه هارد وايرد، يعني أنه هي أشياء موجودة بالولادة عند الكائن تخليهم أنه يقومون بأشياء معينة ضرورية لبقائهم. ماشي، بالمناسبة من يتحدث عن أنه الغرائز هي ليست يعني شيء ليست علمي وليس لها دعم بالعلم، كلام فعلا بمنتهى الغرابة، لأن المفروض إذا كان القنيبي إلى علاقة بالعلم ويحكي بالعلم أنه هو المفروض يطلع ويعرف أن هنالك فرع علمي متخصص اسمه البيهيفيرال جينيتكس. هذا فرع علمي يستخدم تحليل الجينات كطريقة لدراسة طبيعة وأصل تأثير الجينات على سلوكيات الكائن الحي، يسمونه نقدر نترجمه بالعربي أنه هو علم السلوكيات أو الجينات السلوكي. طبعا يفرق ما بين السلوكيات اللي يتم تعلمها أثناء الحياة وهذه الأخرى الغير مكتسبة اللي يرثها الكائن الحي بالولادة، مثل المقدرة على تعلم العاد وإجراء العمليات الحسابية بسرعة. في مجلة مثلا نيتشر، أشهر مجلة علمية، نشوف أن هنالك أكو ذا واحد دخل المجلة يشوف أن هنالك السبجكتس، هذه يعني المواضيع المهمة اللي يتم بها نشر الأبحاث والأوراق العلمية المراجعة بالأقران، راح يشوف أيضا أن هنالك ويا للعجب يعني سبجكت مخصص
في هذه المجلة العلمية الكبيرة تنشر فيها ربما آلاف الأبحاث العلمية سنويا تتحدث عن هذا علم الجينات السلوكي. فقضية أنه الجينات لها علاقة بالسلوكيات هذا موضوع مفروغ من عنده علميا. أوكي؟ وجود هذه السلوكيات بالدي ان اي الكائن الحي مفسر علميا بتاثير او بنظريه اسمها تاثير بالدن، اللي تعني انه امكانيه التعلم السريع. خلي اطلع هذه، هذا بحث علمي يتحدث ويشرح تاثير بالدن اللي عن طريقه يتم توريث السلوكيات عن طريق الجينات. الفكرة من هذا التأثير شنو؟ أنه الكائنات الحية يكون عندها إمكانية التعلم السريع لمهارات معينة تأثر في تمرير الجينات، بالتالي تأثر في تكوين الحوض الجيني للنوع بمساعدة الانتقاء الطبيعي، مما ينتج بالأخير ذرية لاحقة طبعاً بعد أجيال طويلة تسود عندها هذه الصفة. يعني مجموعة الأفراد اللي يتعلمون هذه السلوكية اللي تعطيهم ميزة للاستمرار هم اللي راح ينجون ويمررون جيناتهم، وبمرور الوقت وبتأثير التفاعل بين البيئة وعمل الجينات بما في ذلك طبعاً الأبيجينيتكس اللي هو يسموها العوامل الفرق الجينية تلعب دور كلش كبير بهذا الموضوع، راح تحدث تغييرات في الحمض النووي تمنح الكائن قابلية تعلم سريع لهذه السلوكية. طبعا هذا يختلف عن فكره اللاماركيه. اللاماركيه تتحدث عنه انه صفه معينه مثل ذيل ينقطع عند الكائن او كائن ينولد مثلا بعضو ناقص، هذه شيء يحصل مو لينولد لا ينحصر خلال الحياه، تكون عنده مثلا فد شيء يصير معين في صفات معينه، هذه راسا تدخل تنطبع بالجين، وهذا طبعا امر مو صحيح. يعني هذا الفكره القديمه لللاماركيه. خلي اللي يشرح هذا الموضوع هو رضي الله عنه وأرضاه ريتشارد دوكنز، اللي هو طبعا متخصص، يعني هو زيولوجي، هو متخصص في سلوكيات الكائنات الحية. فخلي نعطي مجال دقائق لأكثر البروفيسورز في العالم اليوم متخصصين في موضوع السلوكيات يشرح لنا عن تأثير بالدن وكيف أن تأثير بالدن هو اللي يؤدي إلى أنه نرث سلوكيات عن طريق الجينات تمرر لنا. Snatch the shovel snails and then eat them. And the closely related blackbirds don't do this. If you give a blackbird a snail's been taken out of its shell, it's very happy to eat it. But a blackbird hasn't the faintest idea how to smash a snail, whereas thrushes do it all the time. They do it on so-called anvils. Now, the Bowman effect idea would be that some ancestral bird, ancestral to thrushes, learned how to smash snails, a very skilled bird, a very clever individual bird that learned how to smash snails, and then maybe other thrush ancestors copied it. They also learned how to smash snails and were got rewarded for it, so they learned and learned and learned. And then as the generations went by, the progeny, the next generation of these ancestral birds, also learned, perhaps by imitating their parents. And as the generations went by, the ones who learned fastest were the ones who got the most food. And so any genetic tendency to be fast at learning how to smash snails would have been favored by natural selection. And so natural selection, by choosing genes over many generations, would eventually build into the gene pool a skill which started out as a learned skill. Now, learned skills are very important in birds. A beautiful example is the habit of tits, blue tits and grey tits, of opening milk bottles. Nowadays, راح يبدي يعطي أمثلة أخرى ريتشارد دوكنز على موضوع توريث الصفات. ماشي؟ فمن حيث المبدأ، يعني قضية توريث الصفات كطريقة يعني تطورية عن طريق الجينات هو موضوع يعني ثابت بالمجال العلمي والأبحاث به مستفيضة. خلي نروح على تعليق آخر حبينا نحكي به هنا. هذا بالبداية كله كلام نثري، دقيقة 43 أدي
هنشوف الآن شيء. إنما هي الدعاءات لا أساس على أي دين مسؤول عن أي نزعة فطرية. والجواب الصادم لا. إنما هي الدعاءات لا أساس علمي لها، يعني إيمان أعمى دارويني. فهذه المؤلفات تتجاوز سؤال هل يوجد سبب مادي للفعل في الظاهرة الفطرية وتعتبر الإجابة عنه محسومة ووجوده حقيقة مسلمة، وتنتقل إلى مواضيع مثل مناقشة فائدة وجود الظاهرة الفطرية تطوريا في كلام إنشائي عقيم. هذه الدرونة لكل شيء. ماشي. إذن يعتقد أنه هو ماكو أي علاقة ما بين جين ونزعة فطرية، وأنه هو مجرد يعني إيمان مثل ما يسميه دارويني أعمى. طيب الحقيقة هو غير صادق في كلامه، توجد أطنان أبحاث تثبت ذلك، لكن القنيبي يجعل هنا يعني أو يجعل إنما هو يلجأ إلى مغالطة انتقاء الكرز، وبدل من أن يظهر هذه الأبحاث اللي تمثل الرأي العلمي العام يقوم بإظهار أبحاث هامشية كانت نتائجها مثلاً ليست إيجابية بخصوص العلاقة ما بين الجينات والغرائز. لكن بالحقيقة هو البحث العلمي يسير بهذه الطريقة، أن تكون عندنا نظرية تفسر الظواهر فريمورك إطار عام، يتم اختبار نماذج تطبيقية من هذه الظواهر ليعطي بعضها نتائج إيجابية أخرى محايدة أخرى سلبية، فهو يروح يركض على النتائج السلبية فقط ويحاول يظهرها أنه ليس هنالك أي علاقة ما بين الجينات والغرائز. خلينا نأخذ بعض الأمثلة الواضحة، راح نشوف مثلا هذا البحث العلمي وهو بحث حديث نسبيا في ماي 2018، هذا مثل البحث الشمولي العام اللي يقوم بعملية تقييم دراسة حديثة للوراثة السلوكية، تقول أنه خلي أطلع الناس بالضبط، يعني هذا الكونكلوجن اللي توصل إلى الدراسة هذا هنا، أنه توجد أدلة، يقول تقدم أدلة هذه الدراسة على أن مختلف أنماط التصرف مرتبطة بأسس جينية متنوعة، وشير إلى أنه عبر تطور الحيوانات فإن مجال علم الوراثة السلوكي، لا أترجم من المقال، هو مجال وعر، تقول عليه هو مجال وعر ليس سهل، لكنه مع ذلك قابل للتوقع أكثر مما كنا نتوقع سابقا. يعني ممكن أن نتوقع نتائج، أن يكون عندنا بريدكشن نتوقع نتائج من هذا العلم ونوصل إلها أكثر مما كنا نتصور سابقا أن الموضوع في هذه الصعوبة. فهذا بحث علمي من أحد المجلات أو من أكثر مجلات مشهورة بالعالم في الجينات والبيولوجي، وحديث نسبيا يثبت هذا الموضوع. نأخذ مثال آخر، هنا عندنا دراسة هنا تبين بأنه الذكريات تمرر عبر الجينات إلى أولادنا وأولاد أولادنا، هذا عنوان البحث، وهذا يقول بأنه الدراسة تظهر بأنه التغيرات بالجين اكسبريشن اللي هو ما صاير انكودد بالدي ان اي، تظهر بأنه النتيجة مالته أنه الخبرات الحياتية والمعلومات، وطبعا هي يعني بالنسبة لما يقول الغريزة أو السلوكية هذه، أن الكائن يقوم، العنكبوت مثلا يقوم ببناء بيئته يتعلم بسهولة، أو البطة تطلع صغيرة تطلع من البيضة وتتبع أمها وغيرها، أو الطفل ينولد ويبدي يرضع من أمه إلى غيرها، هذه التصرفات اللي هم يسموها فطرية أو غريزية، هذه هي عبارة عن معلومات information تم تلقيمها بالحمض النووي، مو شرط أن تكون كودات، ممكن تكون هي العوامل فوق جينية، لكن المهم عندنا هنا شنو، أنه هي تنتقل من جيل إلى جيل آخر بالوراثة. وهذه الدراسة العلمية أمامك من مارش 2016 تثبت ذلك الشيء، وتقول أنه المعلومات تنتقل، الذاكرة تنتقل من جيل إلى جيل آخر. هذا بحث آخر أيضا يحكي لنا أنه الذكريات يمكن أن تورث، وبالإمكان تعطيل أو تفعيل عملية توريثها. في هذا البحث هنا أنا أعتقد هو البحث اللي بعده، لا هذا، قاموا بتجارب، وهذه هنا يعني حتى قدروا أنه لكائنات معينة يخلوها الجيل السلف اللي بعدها ياخذ المعلومة تمرر إلى بالجينات، أو
ما تمرر، يوقفوها يعطلوها لهذه المرحلة الإمكانية موجودة. عندنا هذه الدراسة العلمية تتحدث عن الناجين من محرقة النازين لليهود، تبين أنه الذكريات المريعة اللي مروا بيها بالهولوكوست تم تمريرها إلى جينات أولادهم، يعني أولادهم ورثوا منهم معلومات عن هذه التراوما أو هذه الصدمات المريعة اللي تلقوها بأيام المحرقة النازية. عندنا نموذج لبحث آخر، وطبعاً الأبحاث مستفيضة، يعني لها بداية وليس لها نهاية. عندك هذا البحث أيضاً من مجلة نيتشر، المتخصص القسم فيها المتخصص بعلم الأعصاب، يقول دراسة تتوصل إلى أنه نشوف هذه هنا هاي our findings، توصلنا بأنه ترجم بشكل سريع إلى توصلنا إلى إطار لمعالجة كيفية يمكن أن تكون المعلومات البيئية موروثة عبر الأجيال على المستويات السلوكية التشريح الدماغي وعلى المستوى الفوق جيني، على مستوى البيهيفير، على مستوى التشريح الدماغي وعلى مستوى العوامل الفوق الجينية يتم توريث المعلومات. فإذا هذا الادعاء اللي يطلقه هنا القنيبي أنه النتيجة صادمة وليس هنالك أي بحوث علمية تشير إلى وجود علاقة ما بين الجينات وما بين السلوكيات، من أين تب هذا الادعاء؟ يعني هي عملية انتقاء لا أكثر ولا أقل. نكمل ويا أعتقد مباشرة بعد هذه العبارة، يحكي عبارة اللخمين أحب أن أعلق عليها في أربعة. نعم، بلا دليل انتقدها حتى بعض الداروينيين الملحدين أنفسهم، ومنهم بروفيسور البيئة والتطور الملحد الدارويني جيري كوين، حيث في كتابه المعنون لماذا التطور حقيقة قال كوين: هناك ميل آخذ في التزايد بشكل مزعج من قبل علماء نفس وبيولوجيين وفلاسفة لدرونة كل جانب من الجوانب السلوكية للإنسان، لتتحول تلك الدراسات إلى لعبة علمية جماعية. إن إعادة تشكيل الطرق التي يحتمل أن الأشياء تطورت من خلالها اعتماداً على الخيال الواسع ليست علماً، إنها مجرد حكاية. طيب، فعلاً هذا المصدر الكلام الحكمي عنده بالمصدر هو صحيح، أو بالضبط هو هذا الشيء، يعني بنفس المصدر هو اللي كان يقصده هنا المؤلف، أنه في علم النفس التطوري احنا عندنا قاعدة أن هنالك احتياجات بيولوجية ويتم توريث هذه الاحتياجات أو على أساس هذه الاحتياجات نحصل على صفات معينة أو سلوكيات معينة. لكن شو يقول؟ يقول أن احنا لازم، أو خل أقرأ بالضبط من نفس يعني نفس الصفحة اللي هو كان دا يقرأ من عندها القنيبي، إذا ينزل لي نهاية الصفحة، أنا أقصد النسخة العربية من عنده، راح يشوف أنه يقول أنه بعض المرات يجيبون الأدلة غير مختبرة وغير يعني غير قابلة للاختبار، ويقول أنه مستحيل تقريباً إعادة بناء كيفية تطور السمات حتى إذا ما تكون سمات جينية متطورة، وما إذا كانت تكيفات مباشرة أم كعمل النار مجرد نتائج جانبية لدماغ معقد طور مرونة سلوكية للعناية بجسده. إننا يجب أن نكون متشككين بعمق في التخمينات التي لا يصاحبها أدلة قوية. إن وجهة نظري الخاصة هو أن الاستنتاجات بصدد تطور السلوك البشري ينبغي أن تكون قائمة على بحث بنفس الدقة على الأقل المستعملة في دراسات الحيوانات غير البشر. فمعنى الكلام هذا، طبعا هذا الكلام تلقوه في كتاب لماذا النشوء والتطور حقيقة، جيري كوين، الصفحة 240. جيري كوين ما يقول بأنه لا صحة لوراثة السلوكيات والغرائز عبر الجينات، بل يدعو إلى التشكك بالتخمينات المتسرعة عن تفسير السلوكيات التطورية. يعني أنت لما تجي تريد تفسر سلوك معين أنه هذا بالتطور صار، لازم أنت ما تسرع بالتخمين، يعني ما يصير تسرع في تخمين الحاجة البيولوجية ما هي اللي دعت إلى تبني سلوك معين لغرض تلبيتها. ينصح علماء النفس التطوري أن يكونون حذرين في تقديم تفسيرات تطورية لسلوك الإنسان بدون أن يقدمون أدلة قابلة للاختبار. هل هذا الكلام من مصلحة العلم؟ هل هذا الكلام يعني يفيد أن العلم والمنهج العلمي هو نزيه، أم أنه هو فاسد ومتآمر وخطأ وكذا؟ بالعكس، هذا العلم هو يمشي بهذه الطريقة،
هو لهذا السبب العلم يصحح نفسه، لأن العلماء نفسهم ينتقدون الأساليب والأشياء اللي هي تكون غير مضبوطة. فهذا الاستشهاد ما يعني أنه ليس هنالك سلوكيات مصدرها جيني، يعني بأنه نتثبت ونتحقق ونقيم أدلة، وهو العلم يمشي بهذا الطريقة دائما، أي ادعاء لازم عليه أدلة. خلينا نكمل مع القنابي في الدقيقة 54 أعتقد. عن جين معين لتفسير نزعة التدين لدى الإنسان، لكن هامر هذا كما سنرى بطل الادعاءات التي لا دليل عليها بل يكذبها باقي الباحثين. أقام كتابه الجين الإلهي على دراسة واحدة مدعى لم ينشرها ولم تتكرر نتائجها مع أي باحث بعده حاول تكرارها كما نص كارل زيمر، حتى أن بعض الملحدين أنفسهم سخروا من ادعاءاته قائلين لا يوجد إله ولا جين إله. طيب هنا هو ده يتحدث عن أنه استشهد بكتاب ديان هامر اللي يقول أنه بيه دراسة يتيمة اسمه الجين الإلهي، وأنه سخفوا العلماء، ويرجع يقول العلماء أو حتى الملاحدة. يا أخي العلماء ما لك علاقة أنت العالم شنو خلفيته، العالم هو عالم يعني يقدم علم، يعني يقوم بدراسات ويقدم نتائج علمية بغض النظر عن الشيء. لكن هل اللي قاله هو هنا أنه بما أنه واحد باحث واحد قام بدراسة معينة بغض النظر، يعني بالواقع بغض النظر عن دراسة ديان هامر كتابة سواء كانت نتائجه صحيحة أم خطأ، ما نتطرق، ما المشكلة. مع ذلك توجد دراسات مستفيضة عن ارتباط التدين والميل إلى الإيمانيات بتركيبة الجينات. الموضوع ما مقتصر بس على هذا بحث جين هامر، وإنما هو أكو فد موقف علمي عام، أنه الموقف العلمي العام أنه لا شيء فينا نحن البشر أو باقي الكائنات الحية إلا نتيجة لشفرة وعمل هذه الشفرات الموروثة، بالإضافة إلى المؤثرات الحياتية المكتسبة بعد الولادة وما نتخذه إحنا من قرارات في حياتنا. يعني إحنا نعرف أنه إحنا تركيبتنا هذه وكل ما موجود في جسمنا كلها نتيجة لخلطة الجينات هذه. ليس بالضرورة طبعا أن يكون التدين مرتبط بجين معين كما ربما ذهب هامر، لكن يصح وجود علاقة بين الجينات والتدين. لكن مثل ما يستعرض القنابي نفسه دراسة علمية تبين أن الأيديولوجيات، راح نشوف بعد شوية، يستعرض دراسة بين الأيديولوجيات والعقائد تسببها جينات كثيرة. التدين أيضا هو من ضمن هذا الإطار، إطار الأيديولوجيات والعقائد، هو مرتبط بجينات كثيرة وليس بجين واحد. مثل ما نشوف في هذا البحث اللي استعرضه، قبل لا احكي عن هذا البحث، عموما بالسنوات الاخيره قام علماء النفس قاموا بصياغه تقرير شامل حول قابليه الدماغ البشري او كيف يتاثر بالافكار الدينيه، سموها نظريه المنتج الثانوي للادراك، كوجنيتيف باي برودكت ثيوري. يقول انه سمات معينه من نفسيه الانسان تطورت لأسباب غير دينية. يعني بالأساس اللي خلى الإنسان يشعر بالأفكار الدينية هذه هي نتيجة لخصائص وسمات هي ما كان هدفها الأديان أصلاً، لكنها خلقت أرض يعني خصبة واسعة للإيمان بالآله والأفكار المتعدية للوجود. وكنتيجة لهذا فإن الناس مثلاً عندما يواجهون قصص وادعاءات دينية يجدونها أنه هي سهلة ومعقولة ويعني يصدقوها بشكل يعني سهل، رغم أنه هي تفتقد لأي أساس علمي أو منطقي. مثال ذلك، أسلافنا كانوا على رأس قائمة الطعام للمفترسات، وكان عليهم يعني الحذر الشديد من يسمعون أي صوت خلف الأشجار أو كذا، ربما يكون هذا وحش راح يفترسهم، دي يفتر ودي يحاول أن يفترس الإنسان. فطوروا قابلية رصد شديدة الحساسية تجعلهم أنه حتى لو ما كان أكو شيء خلف الأشجار هذا يتوقعون أن هنالك أو يفترضون وجود شيء حتى وإن لم يكن واقعي. فهذا طبعا لزيادة الحذر والحيطة حتى لا يكونون فريسة للمفترسات. إحنا أحفاد هذا السلف الحذر اللي افترض وجود أسباب أو كائنات غير مرئية مسؤولة عن القيام بهذه الأشياء. عموما أغلب الدراسات تذهب إلى أن التدين غريزة يكتسبها الإنسان بالولادة، وغريب أن القنيبي يعني ينكر هكذا يعني تقرير، رغم أنه يتفق تماما يعني هذه الفكرة بأنه
التدين هو نتيجة يعني شيء غريزي يكتسب الإنسان، هذا يتفق مع التصور الديني، لأن أنت نفسك تقول الله وضع في الإنسان غريزة فطرية تدفع للتدين. إذا قلت أن التدين شيء نكتسبه بالتربية وتنشئه، فهنا راح توقع نفسك بورطة، أنه أنك مسلم أنت فقط بسبب تلقيمك من الصغر دين الإسلام وليس غيره، أو أنك يعني بدأت بالبحث عن الآله والماورائيات لأنك نشأت في بيئة يعني توجهك لهذا الشيء. يعني أنت لو نشأت مثلا في بيئة هندوسية أو 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 ملحدة أو كذا، لا يعني في زمكان مختلف لا أصبحت شخص آخر. لكن إحنا هنا عموما دا نتحدث عن غريزة الإيمان بالماورائيات عموما، وما دا نحكي عن انتماء إلى دين معين. إحنا بالحقيقة يعني نتفق معك على النتيجة، ولكن نختلف معك حول آلية اكتساب هذه القابلية أو الميل، كيف دخلت إلى حوضنا الجيني. تأثير بالدن مثل ما قلنا هو أفضل تفسير علمي مقترح اليوم، وعندك أبحاث علمية تسنده، لكن هل أنت عندك أبحاث علمية تسند تدخل كائن غيبي لإحداث مثل هذه يعني هذه الأمور الغيبيات وغيرها؟ هذا سؤال متروك يبقى للغنيبي. خلينا نشوف هنا، أنا عندي بحث علمي أعتقد هذا مثل هذا البحث يتحدث عن أنه إحنا يعني يقولون بالأبستراكت مالته أنه إحنا نفتر أو نقترح بأنه التدين هو عبارة عن نطاق متطور للغرائز، فيعني التدين هو جاي بالحقيقة بالغرائز. في أبحاث أخرى يمكن أن أحاول أن أظهرها، صارت لهنا آني زين. خلينا نشوف هو بعد شو يطرح من نقاط بالدقيقة 55 تقريبا عندي. مجلة نيكر معروفة عام 2008، والتي تبين أن فك الشفرة الوراثية في مشروع هيومن جينوم خيب أملنا، حيث وجدنا أنه حتى الصفات الجسمية كطول القامة والأمراض العقلية كالشيزوفرينيا والتي يظهر أن لها ارتباطا بالوراثة، حتى هذه لا يمكن عزوها إلى جين ولا حتى إلى مجموعة جينات معينة، وأن الأمر أعقد بكثير مما كان يدرس في المدارس والجامعات. ماشي. إذن كالعادة هي تكون المراهنة دائما هنا البحث، هذا البحث اللي يتحدث عنه أو المقال هو نتيجة للدراسة هذا طبعا. أنا مبدئيا ما أعرف ما هي علاقة توريث صفة الطول بتوريث الغرائز والمعلومات والميول والكذا، لأن الطول هو يعني وظيفة بالفينوتايب يعني بالشكل الظاهري لجسم الإنسان حاله حال ايد والكذا، فهذا طبعا موضوعها صحيح. الطول هو يعتمد على صفاته هوايه، لكن المفروض ما يذكر ما يخبط الطول مع قضيه الغرائز، لان هذه تقريبا اشياء مختلفه. على كل تحديد صفات الكائن الحي يعتمد على الجينات والعوامل الاخرى الخارجيه والبيئيه اللي تنشط او يعني تنشط او تثبط عمل الجينات، هذه يسموها العوامل الفوق جينيه، وتاثر على كيفيه قراءه الخليه للجينات. لكن لتحديد أن توريث الصفات يعني سببه هو الجينات حصرياً، شو يسوون العلماء؟ يعني أكو بعض الصفات يشوفون أنه هذه حصراً الجينات تلعب دور بها، مو الجينات زائداً عوامل أخرى. فشو يسوون؟ عندهم في الطريقة بسيطة، يقومون بقياسات من خلال مقارنة مثلاً توأمين وتحديد أوجه الفرق والتشابه ما بين هذول التوأمين. عندنا إحنا نعرف بالتوائم أكو نوعين، توأم البيضتين وتوأم البيضة الواحدة. توأم البيضتين هو بيضتين أنثوية يتم تلقيحها بواسطة حيملين ذكريين يشاركون طبعا هنا البيئة، لأن في نفس الرحم هم يكبرون، فترة النمو ونصف الجينات، لأن جينات يعني مال حيملين مختلفين. بينما توأم البيضة الواحدة يعني اللي هي بيضة أنثوية تتلقح بعد التلقيح تنقسم، هذول يشاركون بالبيئة وفترة النمو وبمية بالمية من الجينات مقارنة مع توأم البيضتين لخمسين بالمية. المهم إذا ظهر أن توأمي البيضة الواحدة اللي مشاركين في كل شيء تقريبا أو بالتأكيد يعني في كل شيء من حيث الولادة
إذا شفناهم أنهم متقاربين في الطول أكثر من توأمين البيضتين فعندها راح نعرف أن راح يكون واضح أمامنا أن سبب تشابه صفة الطول مثلا هو سبب جيني بحت. ماشي. الطول عموما هو من الصفات اللي يساهم في تشكيلها الكثير من الجينات، وهذا ما ينفي دور الجينات في إحداث الصفة. خلينا نرجع للمصدر اللي يحكي عنه القنيبي. المصدر هنا إذا واحد قرأ يشوف هم دا يحكون فعلا عنه أنه يعني توقع الصفات من الشغلات الحمض النووي ليس كما مثلا متصور سابقا وهنالك صعوبات، وإحنا عارف أنه صعوبات، لكن هذا شيء يحكي البحث هنا. يتحدث عن إمكانية توقع نسبة التوريث الصفة معينة وهي في المقال طبعا هنا الطول. كان يعتقد سابقا أنك إذا أردت أن تتوقع طول أطفالك بالمستقبل يمكنك أن تتباوع عليهم بالمرآة أو تباوع على شريكك، يعني مثل العادة القديمة أن يقول لك باوع نفسك بالمرآة على شريكك، إذا هو طويل إذا أنت طويل باوع بالمرآة، إذا زوجتك طويلة مثلا باوع على زوجتك حتى يطلع ابنك طويل. لكن طبعا هذا أكيد هو كلام ما له أساس علمي. اتضح من حوالي قرن أو أكثر حسب ما يقول البحث هنا أنه 80 إلى 90% من الموضوع هو وراثي بحت. لذلك إذا مثل ما أنا أقرأ من البحث هنا يقول لك إذا كان فرق الطول بين ما بين أقصر وأطول فرد في المجموعة السكانية عادل 5%، يعني ما بين أطول وأقصر واحد من عندهم، فإن النسبة المئوية يعني راح تعادل هنا 27. فيقول لك سوف يعتمد على الوراثة على 29 من عندهم. فهنا يقول ياخذ معدل وسط لهذه الفئه ونعرف، لكن تبين بان الاختلاف بالانتواء اكبر بكثير وربما يصل الى 40 منهم مثل ما كنا متوقعين هذا العدد. فخلاصه الكلام انه يقول لك انه الطول هو ليس فقط يعني مرتبط بجين واحد، هو مرتبط بكثير من الجينات بسبب اختلاف العوامل اللي تلعب دور بالوراثه، فهذا ما ينفي دور أو الجينات في الصفات اللي إحنا نملكها، مستحيل. نروح على تعليق آخر عنده دقيقة 6:15 أعتقد. وتنص دراسات أخرى نعم هذا صفة سلوكية واحدة قد تكون مرتبطة بآلاف الجينات التي يسهم كل منها في هذه الصفة إسهاما طفيفا، وتعترف الدراسات مع ذلك بعدم القدرة على تحديد هذه الجينات المفترضة. ماشي. طبعا هو ده يشير الى هذه الدراسة. اي دراسة كان يتحدث عنها؟ هذه فيما يخص الايديولوجيات. انا قلت قبل شوية انه هو راح يشير الى دراسة تحاول ان تبحث في الاساس الجيني للمعتقد او الايديولوجية اللي يتمتع بها الفرد. طبعا البحث ما ينفي علاقة الجينات بالموقف السياسي أو الأيديولوجي، لكن يقول بأنه هكذا سمة اجتماعية معقدة تحدث نتيجة تفاعل عدد كبير من الجينات وما تعتمد على جين واحد فقط. لهذا السبب يقول راح نحتاج، هذا طبعا أنه ما تعتمد على جين واحد، تعتمد على عدة جينات، هذا ليس شيء غريب في 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 علم الجينات السلوكي أبدا، يسمونه المالتي جيناتيك، أنه هو تعتمد على عدة جينات صفة معينة، أغلب صفاتنا هي بهذه الطريقة. هذا شيء يقول البحث، يقول لهذا نحتاج إلى بحث ذات نطاق أوسع للتعرف على دور كل هذه الجينات. فكما هو معروف وأشار إليه فيشر من زمن، فإن تأثيرات جينية كهذه تنتج عن تفاعل الآلاف من التأثيرات الصغيرة المجتمعة معا. لكن بنفس الوقت يعني هي نفس الدراسة، إذا واحد شاف هذا المقطع نانا نفسها تقول لك بأنه الأدلة المشتركة تشير إلى أن الأيديولوجية السياسية تمثل جانباً أساسياً من التصرف النفسي الوراثي للإنسان. هذا شنو معنى الكلام؟ يعني أنا صراحة لو منا ما أجيب هذا البحث العلمي ولا أطلق، لأن هي نفسها الدراسة تقول إحنا هذا شيء متفقين عليه، يعني لدينا أدلة مشتركة من غير بحوث، ومن هذا أنه الأيديولوجية هي جانب أساسي في التصرف النفسي الوراثي للإنسان. كل ما بالموضوع أن إحنا نحتاج عدد ضخم من نماذج البحث للتحقق من تعدد أشكال معين وعلاقتها بسمات اجتماعية معقدة.
فما اعرف ما هو موضع يعني الاستشهاد هنا. هذا البحث هذا ما يقول انه ليس هنالك علاقه ما بين المواقف السياسيه وما بين الجينات، يقول انه هنالك جينات كثيره جدا مسؤوله عن الموقف السياسي، وهذا ما ينفي صفه يعني او علاقه الجينات بالموقف السياسي. راح يظل يستمر نفس الكلام تقريبا يحكي لا شيء جديد الى اعتقد هنا نشوف شو يقول. دليل اخر على وجود القاعده وعظمتها، لكن المعيب بالفعل المعيب جدا هو ان يقيم الماديون تفسيرهم للظواهر الفطريه على اساس وجود هذه الجينات او على طرق تطوريه لم تكتشف بعد كبديل عن وجود الخالق، وهم لا يملكون دليلا عليها، فينفون ما قامت الادله كلها عليه بحجه ما لا دليل عليه. المعيب هو أن ينكر علينا الملحدون إيماننا الغيبي بوجود الله وقد دلت الأدلة عليه، بينما لا يجدون حرجا من الإيمان الغيبي بوجود هذه الجينات أو التفسيرات التي لم تكتشف بعد ولا دليل لهم عليها. ماشي. إذن الموضوع يتعلق بالدليل، والموضوع يتعلق بأنه أنت كيف يعني تبني معرفتك. يعني رغم كل الاستعراض الاستقطابي اللي قدمه القنيبي لإثبات أن الغرائز ليست موروثة جينياً، يبدو أنه بقرارة نفسه مقتنع أن الصلة بين الجينات وسمات وخصائص الكائن الحي هي حقيقة لا مفر منها، أو على الأقل هو أمر محتمل جداً وفق الأبحاث العلمية، لأنه دا يشوف أكو تطور سريع في هذا المجال. لكن الظاهر أنه محاولته هذه هي مجرد حلقة ضمن حملة لخلق البلبلة وزرع الشك في صحة نظرية التطور، فهو لازم بالطريق يمر يعرج على موضوع الغرائز حتى تكتمل المسرحية اللي بيسويها. هذا يريد أن يبقى على خط رجعة الحفظ ماء الوجه، فعندما تحدث يعني معجزة ويفتح ربما أحد أتباعه دورية علمية ويكتشف الكم الهائل من الأبحاث مثل اللي استعرضناها اللي تثبت وجود علاقة ما بين الجينات والغرائز، هذا السبب هو يعقب في حركة ذكية بالأخير يقول حتى إذا ثبت وجود هذه العلاقة فإن إلهي هو من فعلها. طبعا بغض النظر عن ارتكابه المغالطة الآله الفراغات هنا، هو ينطلق من مسلمة أنه قد أثبت الله بالأدلة الفطرية والعقلية ولم يبقى أمامه إلا أنساب المجاهيل مالته إليها، بينما بغض النظر عن كون الأدلة اللي يطرقها هي ليست قطعية بل ظنية وتفيد على أفضل حال الترجيح أن ثمة آله موجود، لأن هو يتحدث قبلها على أدلة فطرية وأدلة عقلية وأدلة كذا، ما راح ندخل إحنا بهذا النقاش. لكن على كل حال أقول له هو لو هذا أدلة قطعية ومنتهية كان البشرية كلها آمنة اليوم ومنتهي الموضوع، ما حد اليوم دا يتناقش على قضية وجود آله من عدمه. لكن سواء وجد آله أو لم يوجد آله، هو المشكلة بأنه هو يعمل فجأة قفزة إيمانية بعيدة يجعل من هذا الآله هو الآله بالذات اللي يعبده، بينما ممكن أن يكون هذا الآله هو آله مثلاً الدرافيدية في الهند أو غير أو أي ديانة أخرى، هو من فعل هذا ووضع الغرائز الآخرين. لاحظ أنه بما أن الآله هذا مطلق القدرة، فالأفضل يليق به أكثر أن يضبط الشروط الأولية لعمل الكون ويتركه يعمل بشكل تلقائي دون أن يحتاج إلى تدخل لاحق أو تضبيط هنا أو هناك عند الحاجة، مثل إضافة شفرة الغريزة. القنيبي المشكلة فيه أنه هو يتخبط وما يوضح شي يريد يقول. هل أن قابلية التعلم الفطرية هذه شنو قصده شي يريد؟ غير مشفرة في دي أن أي الكائن الحي أم لا؟ إذا كان الجواب نعم فكلام هنا كله هباء، والغرائز نتيجة إرث جيني ينتقل كباقي الصفات والخصائص من السلف إلى الخلف كما نحن معتادين، أي عملية طبيعية تلقائية بحتة. أم يعني أنك تسلم هنا للعلم بأن قابلية التعلم الفطري هذه موجودة ومشفرة في دي ان اي الكائن الحي، لكن مع ذلك فإن عملية التشفير هذه معقدة جدا يعني بشكل غير قابل للاختزال، وبالتالي هذا تعتبر دليل على وجود تصميم ذكي. أسأل هنا طبعاً راح نناقش موضوع التصميم الذكي لاحقاً، وين الأوراق العلمية اللي تثبت وجود مصمم ذكي وكيفية قيامه بالتصميم وينها؟ أما إذا كان الجواب أنه لا، هذه الشفرة الدي إن إيه مال كائن حي ما يحتوي على أي صفات أو خصائص تمرر يعني عبره للغرائز والسلوكيات، فشنو اللي دا يحصل لعت؟ شلون الكائنات الحية هذه عندها هذه الغرائز؟ يعني هل هنالك شيء خفي موجود في جسم الكائن مثل الروح هو اللي يؤثر عليها؟
ويتفحل القيم وهذه التصرفات؟ إذا جوابك نعم، أين الأوراق العلمية تثبت وجود الروح وتبين تأثيرها على السلوكيات؟ هل يوم من الأيام يعني أبرزت أو هذه المجلات العلمية اللي تسترشد بها أنت شفت بها في شيء يتعلق بالروح؟ أو عندك حل أخير واحد تقول أن السلوكيات هي وحي يوحى بها إلى الكائن الحي بشكل تلقائي لحظي، يعني في الحين لما الكائن الحي مثلا الطفل يريد يرضع من أمه يوحي إلى الله، وأنت عندك آية بالقرآن وأوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، أعتقد أنت تفكيرك بهذا الناحية أن هنالك وحي، لكن وين الأوراق العلمية تثبت وجود الوحي وتثبت كيف يحدث تأثير الوحي ما دام إحنا ده نحكي على العلم وهكذا. والمشكلة الكارثية اللي يقع به أنه على الرغم أنه فرضنا بأن الغرائز كدوافع للسلوكيات هي تشفير حصل من قبل الآلهة المصمم أو هي عملية وحي من السماء، هل يشمل هذا فقط السلوكيات الجيدة عند الإنسان يقوم بها الكائن الحي أم السلوكيات الشريرة أيضا؟ يعني إحنا شايفين فيديوهات ومقاطع لأمور بشعة تحصل في الطبيعة مثل الافتراس، مثل تجهاي الدودة اللي توضع مالتها البيوض في جسم دودة أخرى مثل الشرنقة أو كذا، وهذني يقومون يسيطرون على الجهاز العصبي إلها بحيث يخلون هذه الدودة تخدم البيوض اللي موجودة بداخلها اللي تعود إلى كائن حي، وتبدي هذه البيوض أو هذه الشرنقة صغار تأكل بيها تأكل في جسمها إلى أن تقتلها، أشياء بشعة. زين، فإذا كانت هذه التصرفات موحاة مثل ما أنت تعتقد من قبل إلهك وهو الآله هذا مطلق الرحمة، كيف يوجه للقيام بسلوكيات بشعة وإجرامية يعني سواء كان لدى الإنسان أو لدى باقي الحيوانات؟ هذا بحث علمي نانا. العلماء يحددون الجينات المسؤولة عن السلوكيات الإجرامية عند الإنسان، ماشي؟ فإذا كنت أنت تعتقد بأن إلهك هو من يقوم بتلقيم الغرائز في الجينات، أو إحنا ما نعرف أنت تعترف أنه ملقم بالجينات أو لا، فيفترض أن إلهك قام بتلقيم جينات هذول الناس بالغرائز حتى يقومون بالجرائم. فلهذا السبب طرحك من عدة أوجه راح يكون طرح فاشل وغير ناجح. هذا اللي ردت أقدمه اليوم، باقي الحلقة ما عندي بيها شيء صراحة، نفس الكلام مجرد خطب وكذا عيدها. أشكركم شكر جزيل وأتمنى أشوفكم في حلقات أخرى.